السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كمال فودا من فودا شوب. عندنا النهارده طريقه تركيب شريحه الاتش بي 59 اي، التونر الاتش بي 59 اي بتاعت حبارات الاتش بي 404، طبعات 404 و428. ناس كتيره بنبعت لهم الكارتريج، طبعا الكارتريج بتيجي من غير الشريحه بتاعتها، احنا اللي بنركب عليها الشريحه، تيجي من بره من غير الشريحه لان الشريحه دي غاليه. وفي ناس بتخلع الشريحه من الحباره القديمه الاوريجينال بتركبها هنا وبتشتغل عادي، بس لو انت الحباره بتاعتك القديمه بايظه او مش موجوده فبتضطر ان انت تشتري الشريحه مع الكاترج الجديد. فانت لو عندك الحباره القديمه بتشتري الكاترج بس وتنقل عليها الشريحه بتاعتك القديمه، او بتشتري الكاترج بالشريحه واحنا بنحطها. طيب في طبعات الشريحه بتركب عليها بعدله وطبعات بعدله مختلفه، يعني في طبعات الشريحة بتركب كده وتشتغل، وفي طبعات لو ركبت كده ما تشتغلش، لازم تعكسها كده عشان تشتغل، سواء كده او كده جات لك وما قريتش هتروح جاي مخرجها بالطريقة اللي انا هشرحها دلوقتي، وهتعكسها وهتدخلها فهتقرأ معاك. تمام؟ بتخش ازاي؟ هي الشريحة لها مجرى هنا اهو، بسيط خالص، نعملها في العدلة اللي بتشتغل على معظم الطبعات، وبنروح جايين زقينها كده جوه المجرى بتاعها ما يتخلعش، فما تقلقش يعني. تمام؟ هي كده الشريحة ركبت معايا، هتركب الخرطوشة في المكنة هتقرا، ما قريتش معاك هتروح مخرجها بجفت او اي حاجة بالراحة كده من الجنب وتعكسها وتركب تاني. هتخلي حرف التي ده يا اما لتحت يا اما لفوق، بس ده الاتجاهات المظبوطة، يا اما التي ده لتحت يا اما التي ده لفوق، وتركب الحبارة تشتغل معاك ان شاء الله.